وختام حلقتنا اليوم مع رسام الكاريكاتير المميز مازن الرمال اللي رسمنا أنا وهاني، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا، صباح الخير. يعني بصراحة صراحة ما تتخيل قد إيش، حرام عليك حرام عليك، هذه رسمة بالله، هذه أنا. بس عموما يمكن لاحظنا أنه ما شاء الله عليك رسمتنا بسرعة شديدة، ويمكن هذا اللي يميز فنانين أو الرسامين إنه يكون عندهم هذه السرعة وعندهم هذه ال كيف. أول حاجة لقيت أجواء الاستوديو وإنك قدرت ترسمنا في هذه الأجواء. جو جميل، جو مريح حقيقة، يعطيكم العافية. شكرا للاستضافة. الله يعافيك يا رب. مسألة الرسم قديمة معايا من فترة طويلة، أنا مدرس تربية فنية، فالموضوع ما شاء الله عليك. مازل، لو تخبرنا عن بداياتك بهذا الفن، وليش اخترت الكاريكاتير تحديدا، مش يعني توجه لمدارس ثانيه من الرسم؟ بالفعل انا بديت كرسام كاريكاتير في صحيفه عكاظ. نعم. وكنت ارسم بشكل يومي للاعمال الاجتماعيه والامور العاديه. بعدين توجهت في جريده الوطن الى رسم الوجه، بورتري الكاريكاتيري ظهر. ومنها كانت يعني بدايه جيده، لان يعني انا بديت ادرس تصميم الوجه، بروبوشنز الكامله للوجه. نعم. رسم واقعي، بعدين توجهت للكاريكاتير. بس يعني يمكن احنا لما بنتكلم على الرسم الكاريكاتير مرات يتناول قضيه، يتناول رساله. جربت انت، بس لما توجهت لهذا خلينا نقول الوجه اكثر، يعني انت تخصصت فيه اكثر، ايش الشيء اللي حسيت انك لازم يدخل في هذا؟ هل في تقنيه جديده؟ هل حسيت انه في اشياء لازم انت تضيفها؟ لانه برضه الاختلاف بيكون برضو حلو عند رسام ورسام آخر. إيه لا شك طبعاً، تفرق لمسة الفنان، تفرق في المسألة هذه. عملية السمات اللي موجودة في الوجه بحر كبير من المتغيرات، وشيء جميل به. عادة مازن، فن الكاريكاتير يعني في له تأثير، هو سواء حسب القضية اللي ناقشها. كيف تشوف تأثير الآن مع يعني تعدد وسائل التأثير؟ خلينا نقول أتفق معك، في كل الوسائل يعتبر هو الأبرز وهو الأنجح والأسرع. في الصحف كان هو في المقدمة، حتى في السوشيال ميديا والاستخدامات الحديثة من وسائل التواصل كله هو أول واحد. لو تخبرنا أيضاً أنه رسم الكاريكاتير البورتري يعني اختلافه عن الأمور الثانية، وأبرز ما يميزه من ناحية الرسم. رسم ساخر جميل، أحياناً بيعطيك جانب مختلف عن الرؤية الأول. ما تخاف من يعني أنت، يعني أنا أكيد أخذتها بمزحة وبضحكة، لأنه هو الرسم أساساً كاريكاتير أنك تضخم أي شيء، حتى لو ما في شيء حنضخم. اخترع. لكن ما بتخاف مرات أنك تزعل وجوه مثلاً خلينا نقول سياسية، وجوه يعني فنية، ما بتخاف من أنه يكون في حساسية من ده النوع؟ الحمد لله في وعي، يعني كثير في وعي. لا شك. والأمر لا يخرج عن مسألة الفكاهة. الفكاهة. نعم. الراقية كمان، لأنه يعني فن، يعتبر فن مميز. كان في تعليقات من غادة على رسمتها، إذا تحبين تقول ها؟ وممكن يعني تخبرنا أنه ليش رسمت غادة بهذه الطريقة؟ حقيقة إذا أخذت وقتي أكثر. نعم. يعني أنا خلال الثواني اللي برسم فيها أستحضر كل ما تعلمته. أنا عيوني كده، حواجبي كده. عيونك أجمل من كده يا غادة. لا بس يعني وفي لغلوغ، يعني ما عندي لغلوغ، ليه كده عملت فيه؟ الله يسامحك يا شيخ. عموما بتجربة أخرى بتكون أفضل. لا عادي، بس زي ما قلنا يمكن رسم رسام الكاريكاتير برا، خلينا نقول في الدول الأوروبية أو حتى كمان بأمريكا، بنشوف عنده تقدير كبير، وبيكون فعلا يعني رسام زيه زي أي رسام تشكيلي أو فاهم علي. عندنا في المنطقة العربية بنشوف فعلا بعض الأسماء قدرت، مع خلينا نقول إن هي تفرض نفسها بوجودها في الإعلام، بوجودها في الصحافة، إنها تثبت نفسها. وفي أسماء تظلم. كيف تشوف نفسك من هذه الأسماء، وكيف بتشوف هل بيقدر عندنا في الوطن العربي؟ أتمنى إن شاء الله الأيام الجاية بيكون أتمنى الوضع. فيها كده يعني كل واحد بيحاول يساعده، وأمور طيبة. أنا عن نفسي راضي عن الوضع. لو نتكلم عن القادم إن شاء الله مازن، في عندك مشاريع، في أفكار مستقبلية؟ بعون الله إن شاء الله راح أقدم شيء جديد. مثل إيش؟ كرسومات فقط؟ هل ممكن تجمع رسوماتك في مجلد أو شيء؟ هذه فكرة كانت واردة. نعم بعون الله. كيف تجربتك مع صحيفة الوطن؟ يعني كرسام
الوطن. أكاد والوطن. أكاد والوطن. جميل. كيف تجربتك معهم وكيف بتشوف أصداء الرسام من خلال مشاركة رسوماته من خلال الصحف؟ أي لا شك إنه كان في آثار لها إنه قبل السوشيال ميديا كان في اتصالات إنه والله الرسمة جيدة وجميلة والأمور. هل مازن الرسم هو عملك الرسمي ولا تمارسه يعني؟ هو الحقيقة طيف ضخم. اللي هو الفيجوال آرتس هو الفنون البصرية، فيتراوح ما بين برمجة إلى رسم. نعم. طيف كبير ما شاء الله. الآن مع مواقع التواصل وهل تشوف تحتاج الصحيفة؟ لا شك لازم وجود صحيفة معك. ليش؟ أنا الآن في الرأي السعودي. نعم. في صحيفة توها ناشئة بدأت، فبدأت أطلع من الأرشيف، لكن قريبا جدا بحاول أني أواكب معهم بعون الله. يمكن بنشوف كثير للأمانة الفترة الأخيرة، الحمد لله الحمد لله. يمكن أنا سألتك عن التقدير لأنه في فترة من فترات فعلا ما كنا بنشوف تقدير لبعض الرسامين، لكن الآونة الأخيرة بنشوف فعلا في مشاركات عديدة لفنانين ورسامين. نعم. هل حيكون حضورك أكثر؟ لأنه أنا حاسة كده أحساس أنك أنت مرة هادي كده ومقصر في حق نفسك. أتمنى إن شاء الله قريباً أتنشط حتى مع هيئة الترفيه والأنشطة الجديدة، راح نكون معهم. لازم تكون متواجد وهذا يشرفنا، وما شاء الله عليك اسم كبير ومعروف، بس نتمنى تواجدك أكثر. شكراً لك يا مازن. قبل أروح للمطبخ خلينا نذكر المشاهدين بمواضيع حلقة بكرة. بكرة عندنا لوحات دافنشي في السعودية لأول مرة، والفن العالمي أصبح متواجداً في المملكة زي ما ذكرنا. وأيضاً معنا بكرة كيف نعزز العاطفة والحنان عند أطفالنا، كيف نعزز الموضوع هذا؟ إحنا عادة هذا بكرة إن شاء الله، إحنا عادة ناخذ الضيف معنا على المطبخ، بس أنت حتتذنب حتقعد هنا بعد الرسم الشنيع اللي عملته. عقاب أتفضل معنا. طبعا هلا طلعها حلوه، هلا طلعها حلوه، فاكيد حتعزمه وحتديله اكبر جمبري رايه. لا عن جد يمكن اليوم جبت لنا الضحكه على الاستوديو، لانه مثل ما هلا عم بتقولوا كل الرسمات هي الفكره من هذا الرسم، اللي هو انه عن جد كلنا نضحك يعني. ياما من الرسم كل مره بنحاول كل سنه بنقول يمكن هالمره هيطلع شكلي كيوت مثلا. أيوة. كيوت بضحك، بس اكيد يعطيك العافيه على الفن. غيرت لي مودي وضحكت من قلبي يا مازن، من جد يعطيك الف عافيه. هذه ميزه وجمال في الكركت. صح. وانت جميله الله يسعدك يا رب. يسعدك. الله يخليك. هذا ما بنقدر نعمله كاريكاتير لانه بدنا ندوق منه. هذه هي البروفنسيال اللي قعدنا نتكلم عنها اليوم، سويناه فعلا ربيان مع الخضار. الله. حطيكم تجربوا. الله الله. طبعا اللي يميزنا فعلا هيلثي وصحيه، وما يعني ما هي من الاكلات اللي تقعد، هذا شيء كده أبيتايزر. في ناس تأكلها على أساس إنها أبيتايزر، وفي ناس تأكلها من كورس صراحة. شكرا. اليوم أنت حابة تأكلها من كورس؟ أنا حابة أكلها من كورس. صحن إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ إيه الصحن ده يا هلا؟ تسلم الأيادي هلا. مازن حبيبي أتمنى لك التوفيق، نورتنا، وشكرا على يعني هالرسمات الجميلة. بكرة إن شاء الله نجدد اللقاء مع المشاهد. يلا فمان الله.